إلى مشاهدينا الأعزاء، ستبدأ الأرمية باحتفالات موسم بكورة حصاد الشرق الأقصى بالشكر والتسبيح للرب لأجل امتداد الخدمة في افتقاد النفوس الجائعة إلى بشارة الملكوت، حيث تقول كلمة الله في نبوة أشعياء: هأنذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت، ألا تعرفونه؟ أجعل في البرية طريقا وفي القفر أنهارا. وقال الرب يسوع المسيح: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهارا. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. والآن تصل رسالة الملكوت إلى تركيا، إيران، باكستان، أفغانستان ودول أخرى. هذه الاحتفالات ستبدأ يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر مع باقة من خدام الرب المباركين على شاشة الفضائية الأرامية. ونشكركم لأجل صلواتكم ودعمكم المستمر لكي تصل رسالة الإنجيل إلى القلوب الجائعة والمتعطشة لرسالة الخلاص، رسالة السلام ورسالة الشفاء.